من خلال تواجد وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجمهورية العربية السورية، ووقوفاً لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله. ومن هنا نتوجه بالشكر إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لطيب الضيافة وتدليل جميع الشعاب لتنفيذ المهمة، والشكر موصول أيضاً إلى جميع من شارك في فريق عملية الفارس الشهم 2 من بداية الأزمة في فبراير 2023 وحتى أغسطس من العام نفسه. ويستمر وفد الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من خلال توزيع الطرود الغذائية، إضافة إلى توزيع الملابس الشتوية الخاصة بحملة أنتم الأيدي الدافئة، أيضا إنشاء عدد 1000 وحدة سكنية موزعة على 7 مواقع، تم تسليم موقع النقعة وعدد 47 وحدة سكنية، وجاري العمل على تسليم موقع الغراف 2 وموقع الفيض وعدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها بواقع 190 وحدة سكنية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تسليم باقي المواقع خلال الربع الأول الحالي، وعددها 4 مواقع وتمثل عدد 763 وحدة سكنية. ومن ضمن مبادرة فارس الشهم 2 ووفد الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مبادرة مدرستي هويتي، حيث تم صيانة وتجهيز عدد 40 مدرسة حكومية في محافظة اللاذقية يستفيد منها عدد 20,000 طالب وطالبة في جميع مراحل الدراسية. وضمن مبادرة فارس الشهم 2 وفد الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة فرسان التعليم، وهي عبارة عن صيانة جامعة تشرين في محافظة اللاذقية وتزويدها بعدد 277 جهاز حاسب آلي وعدد 204 طاولة دراسية وعدد 60 كرسي طب أسنان وعدد 6 أجهزة أشعة متحركة، وذلك يصب في عدد المستفيدين من هذه المبادرة 30,000 طالب جامعي. تعكف إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومن خلال الوفد الموجود حاليا في الموقع لمتابعة مستمرة لسير الأعمال وضمان التسليم وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة. وشكرا.